بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم يا شباب في المحاضرة اللي تعتبر بقى الرابعة، لأن إحنا خدنا المحاضرة التانية على مرتين. إن شاء الله النهاردة يعني هناخد حاجة مهمة، وهي إزاي بقى إيه هو الرسم الهندسي والرسم الأيزومتريك أو الرسم المجسم. فهنتكلم عن البكتيريال فيو وانواع البكتيريال درون، وازاي بنرسم البكتيريال درونز. اول حاجه، البكتيريال درونز هي عباره عن 3 دايمنشنال درونز، او يعني اشكال ثلاثيه الابعاد بتبان كانها على شكل الحقيقي زي ما احنا بنشوف. طبعا في بعض منكم او كثير منكم شاف الكلام ده قبل كده، لكن في احنا معانا زملاء ما حضروش الرسم، فبيبقى مش عارف ايه الاشكال الموجوده دي. احنا عندنا يعني انواع كتير من البكتيريال دروينج، عندنا الاكسيومتريك والاوبليك والبرسبكتيف. الأشهرهم هو الأيزومتريك، وهو ده اللي إحنا إن شاء الله هيكون كلامنا كله عليه. الأكسونومتريك أو البكتوريال بروجيكشنز هم ليهم 3 أنواع، الأيزومتريك والدايمتريك والتريمتريك، ودي الخواص بتاعتهم مش هنطول فيها برضه لأن إحنا ما عندناش وقت كتير. لكن الخواص الأساسية هنا إنه الأيزومتريك الثلاث اتجاهات أو الثلاث أبعاد بتوعي كلهم الأبعاد بتاعتهم أبعاد حقيقية، الأبعاد هي اللي إحنا بناخدها من على الرسم أو اللي بتطبق على في الحياة الواقعية. لو طبعا بسكيل، طبعا لو في سكيل بيكون الأبعاد كلها متناسبة مع بعضها. إنما الأشكال التانية لأ، بيحصل إن إحنا بيبقى فيه فوكس على وجه من الأوجه، لكن الأوجه التانية بيبقى التركيز أقل. زي ما إحنا شايفين هنا الزوايا بتاعة الأيزومتريك هنا متساوية الثلاثة، لكن هنا لا، في زاويتين متساويين وزاوية تالتة كبيرة، زي ما قلنا احنا بنعمل فوكس على حاجة معينة او وجه معين. زي ما احنا شايفين الايزومتريك بيبقى مرسوم دي مثلا، لو افترضنا انه دي الحرف تي، فدايما بنرسمه بالمثلث التلاتيني الستيني، بنرسم المثلث 30 زاوية 30 وزاوية 30 بيتقاطع، ونبدأ نبني الايه الشكل جوه الكلام ده. فدي أول خطوة بنعملها، إن كل الدايمنشنز هنا أنا بشوف الدايمنشن الموجود عندي على الرسمة وبوقعه على طول، أقصى بعد من هنا في الطول، أقصى بعد في العرض، أقصى بعد في الارتفاع، مراعين السنرو اللي إحنا شايفينه ده علشان نبدأ نتعامل معاه كده علشان نقدر نوصل لرسم الايزومتري. الدايمتريك يعني ده مجرد مثال، انه انا دلوقتي عندي السايز، انا عايز السايد ده او الوجه ده عاوز اعمل عليه فوكس، عايز اعمل عليه تركيز، فعامل الزاويه هنا 7 درجات بس بحيث انه يبقى مواجه للايه للشكل، وعاوز برضو اعرف اللي بيشوف الرسمه انه في بعد تاني، لكن البعد ده بيتعامل بالبعد الحقيقي، الابعاد بتاعه الوجه ده بتتعامل بالبعد الحقيقي، والابعاد دي بتتعامل هالف او نص، يعني الطول ده بيبقى نص الطول الحقيقي. طيب الايزومتريك دروينج او البروجكشن دروينج، الايزومتريك دروينج عندنا زي ما قلنا هو ده الاساس عندنا، وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه. زي ما قلنا بيكون الابعاد اللي بتجي لك في الرسمه هي نفس الابعاد اللي انت بترسمها في الثلاث، يعني لو الطول 10 والعرض
5 والارتفاع 8 وبعد كده ترسمه زي ما هم. تمام؟ طيب انا عاوز اصغره شويه فبشتغل بمقياس رسمي. لو انا هصغر يعني لو انا عاوز اشتغل بمقياس رسمي كلهم برضو بيبقوا ايه بيصغروا بنفس الايه ال 82% 82% 82% لو انا عاوز اصغر الرسم. طيب الايزومتريك دروينج عندنا طبعا لكل شكل مجسم في عندنا 6 اتجاهات. عندي الاتجاه من فوق يعني ببص للرسمه من فوق، ببص لها من تحت، وبعدين ببص لها من ال4 اتجاهات، ببص لها من الشمال، ببص لها من اليمين، ببص لها من الخلف او من الأمام. تمام؟ عادة زي ما احنا شايفين كده قلنا انه الشكل الايزومتريك بيترسم على زاوية 30 درجة. الخط ده بالحرف تي وبعدين باجي بال 30 المثلث 30 60 واروح راسم خط، والمثلث 30 60 واروح راسم الخط الثاني على زاوية 30 وبعدين اوقفه واروح راسم الخط العمودي، يبقى هو ده الشكل. لو احنا بصينا على الايزومتريك ده هنلاقيه او بنفس الكلام زاوية 30 زاوية 30 والخط القائم. الحاجة المهمة جدا 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 اللي بيقع فيها كل الناس وهم بيرسموا انه كل الخطوط في الايزومتريك تكون خطوط، انا بتكلم عن الخطوط العمودية، الخط في الاتجاه ده او الاتجاه العمودي تكون خط عمودي. اللي بيحصل ان انت بتيجي ساعة الامتحان وتلاقي نفسك ايه عاوز ترسم خط وتروح عامله موازي لخط تاني هنا فتلاقي الرسمة ضربت منه. الخطوط دي هنلاحظ كده كلها خطوط عمودية، والخطوط اللي هنا دي كلها موازية للمحور دوت. الخط ده موازي ده موازي ده موازي ده موازي ده موازي للمحور دوت. الخطوط اللي في الاتجاه التاني برضه نفس الكلام، دي كلها بتوازي دي بتوازي بتوازي الخط ده بتوازي الخط ده، فكله بيوازي الايه. فانت حط في دماغك انه الشكل الايزومتريك بيشتغل على ال3 توازيات. تمام؟ او توازيين وعمودي. اي خط بيطلع كده يطلع لفوق لازم يكون عمودي. تمام؟ المثلث ال 30 ال 60 والزاويه القائمه وبرسم او ايا كان يعني الزاويه القائمه برسم كل الخطوط قائمه. هرسم الناحيه دي يبقى ايه كل الخطوط بتوازي الخط ده. الناحيه دي يبقى كل الخطوط بتوازي الخط ده. النقطه دي مهمه جدا 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 علشان لما تيجي ترسم ما تلاقيش الرسمه تضرب منه. طيب زي ما احنا مكتوب كده انه اي منظور مركب يتم انشاؤه داخل متوازي المستطيلات بعد عمليات الازاله والتفريغ لينتج المجسم المطلوب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اول حاجه بعملها انا بشوف ابعاد الرسمه اللي جايه لي. الرسمه اللي جايه لي ابعادها لو قلنا طول 20 عرض 15 وارتفاع 10، يبقى هاجي اعمل اول حاجه اعملها اعمل خط وبعدين مثلث 30 60 مثلث 30 60 هنا وبعدين اروح راسم الخط ده واروح جاي قايس من هنا لهنا ده ارتفاع 10 وحاطط ايه؟ يبقى ده 10. وبعدين من هنا لهنا طوله 20 ده الطول بتاعه خلاص 20 وبعدين ده طوله 15. اروح رسمت خط الخط ده نقطة 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 أعمل إيه؟
احنا قلنا اي خط عمودي هاجي من النقطة دي واروح راسم عمود، وهاجي من النقطة دي واروح راسم عمود. انا عاوز ارسم الخط ده، الخط ده هيبقى موازي لايه؟ موازي للمحور الاساسي اهو، اروح جاي من النقطة دي وعامل موازي، هيلتقي معاه فين؟ في نقطة. طيب عاوز ارسم الخط ده برضو، هاجي من النقطة دي واروح عامل له خط يتقاطع هنا فين؟ في نقطة. هل انا عندي النقطة دي؟ لا. هعمل ايه؟ هروح جاي من النقطة دي واعمل ايه؟ انا عاوز ارسم خط اهو، الخط ده هيبقى موازي لايه؟ موازي ده، هعمل الخط الموازي على طول ده كده تمام، واروح جاي انا عندي برضو النقطة دي خلاص انتهى لما ايه تقاطع الخط ده مع الخط ده، يبقى اداني النقطة دي، هروح برضو لازم خط موازي للخط ده يروح مديني الايه المتوازي المستطيلات اللي انا هبدأ افرغ جواه الايه المجسم المطلوب او الايزومتريك المطلوب. ده مجرد مثال بيورينا ازاي البوكس بيسموها حتى الايزومتريك دروينج يوزنج بوكس ميثود. زي ما احنا شايفين كده انا عندي رسمه، الرسمه دي عباره عن ثلاث مساقط، واحد اثنين ثلاثه، ده بنسميه الاليفيجن او المسقط الراسي، ده بنسميه البلان او المسقط الافقي، ده بنسميه السايد فيو او المسقط الجانبي. وزي ما احنا شايفين كده عندنا مديني الابعاد بتاعته. اول حاجه زي ما اتفقنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل الصندوق. طيب الصندوق ده ابعاده ايه؟ باجي بشوف اكبر طول في الاليفيجن كام هنا؟ 50. هل في حاجه طالع بروز هنا؟ طالع بروز هنا؟ لو في هجمع الايه؟ هجمع المسافه بتاعت البروز دي والبروز دي على الطول ده، ويبقى هو ده الطول بتاع الايه؟ الاليفيجن. يبقى هنا 50، اروح ارسم الخط ده 50 سم. سوري 50 متر. تمام، يبقى ده جبنا ده. طيب عاوزين نجيب ده اللي هو ايه؟ الارتفاع. الارتفاع هنا 20 ينفع؟ لا، ده في هنا تاني اهو، في هنا كمان 30، يبقى الارتفاع بتاعي اقصى ارتفاع عندي. هل في ارتفاع تاني في اي حته؟ لا، يبقى اقصى ارتفاع 30. يبقى هروح جاي عامل الخط ده واروح عامل اعمل ب 30 مللي، يبقى النقطه دي على ارتفاع 30. طيب ده كام العرض؟ اجيبه منين؟ من السايد فيو. السايد فيو هنا مديني 15 و10، بس الحته اللي في النص دي انا مش عارفها. اعمل ايه؟ اروح جاي للحته اللي تحت. العرض ده هو نفسه العرض ده. يبقى دي 15 و25، يبقى الحته دي كام؟ المسافه ما بين هنا وما بين هنا 15. يبقى انا دي كلها 40، يبقى العرض ده هيبقى 40 درجة. 40، يبقى أنا كده جبت الثلاث نقط، هبدأ أروح واخد الخط ده، والخط ده موازي له وهكذا زي ما شرحنا في السلايد اللي فات، يديني البكاء. أعمل إيه؟ أروح جاي، إحنا شايفين ده إيه؟ زي ما قلنا البلان ده اللي هو ببص من فوق، أنا ببص من فوق من هنا. ده كده بنسميه لما ببص من فوق يروح ظاهر لي تحت هنا، ده بنسميه الفيرست انجل ترون، ان انا الجهه اللي ببص فيها بيظهر لي الايه؟ الرسمه. بصيت من فوق الرسمه ظهرت لي تحت، بصيت من هنا بالاتجاه ده الرسمه هتظهر لي هنا في الحته دي زي دي كده، بصيت هنا الرسمه هتظهر الناحيه دي، يعني عكس المكان اللي انا ببص فيه. انا ببص من هنا تظهر هنا، ببص من هنا تظهر هنا، زي ما ببص كده يظهر لي الجانب، ببص كده يظهر لي الاليفيجن، ببص من فوق يظهر لي البلد. انا عملت ايه هنا؟ رحت واخد الخط ده ورحت راسمه عندي.
الكارتة دي بعد ده قد ايه؟ مش عندي، اروح طالع فوق على الرسمه اللي فوق البعد ده 15، يبقى انا هاجي هنا واروح راسم على بعد 15 وحط نقطه واروح راسم خط، يبقى الخط ده هو نفسه الخط ايه؟ الخط ده. طب المسافه بين الخط ده والخط ده كام؟ 20، ودي كام؟ 40، يبقى احنا المسافه دي هتبقى كام؟ 10، والمسافه دي 10، وهاجي من هنا برضه واقيس 10 واروح راسم الخط ده، واجي هنا واروح قايس من هنا واقيس 10 وارسم الخط ده، يبقى انا رسمت ايه؟ رسمت دي. المسافه دي كام؟ 20، انا عندي النقطه دي وعندي النقطه دي لسه عاوز 20، فباجي طبعا احنا الرسم بتاعنا عموما يبقى عندي سنتر لاينز، اقدر انصف الخط ده يبقى هي النقطه دي، من هنا 10 واروح محدد النقطه، ومن هنا 10 واروح محدد النقطة وبعدين أروح موصل كده. أنا رسمت الجزء ده، الجزء اللي إيه اللي فوق، تمام. طيب عاوز أرسم الكلام ده الجانبي، الجانبي ألاقي عندي فيه مشكلة، إيه هي المشكلة؟ إن أنا عندي زي ما هو رسم لي هنا ده مربع، بس أنا ما عنديش هنا مربع، لكن أنا عندي اللي تحت دول، صح كده؟ أنا عندي اللي تحت دول اللي هم صريحين عندي، دي بتساوي المسافة دي بتساوي كام؟ زي ما قلنا برضو نفس الكلام، دي 10 ودي 10، هاجي من هنا واروح راسم قايس 10 واروح راسم خط عمود، واجي هنا واروح من هنا واروح راسم 10 وارسم خط ايه؟ عمود. الارتفاع ده قد ايه؟ مش موجود عندي على الرسمة دي، اروح رايح جايبه منين؟ من الرسمة دي 20 اهو، الخط ده يبقى ماشي مع الخط ده، واروح عامل الخط ده. انا كده عملت اول خطوه في عمليه رسم الايه؟ الايزومتريك. بعد كده انا شايف انه دي الحته دي، انا لما بصيت في الاتجاه ده، لما بصيت في الاتجاه ده مفيش عندي حاجه هنا ولا عندي حاجه هنا، انا لازم افرغ الحاجات الموجوده فين؟ الحته دي، عاوز افرغ الكلام ده كله، كل الكلام ده عاوز ايه؟ يتفرغ علشان اقدر انا ايه؟ علشان اقدر اطلع بالشكل اللي واروح مفرغ هنا بالاستيكة، واروح ايه؟ مفرغ كمان الجزء ده، كمان الجزء اللي هنا دون، الجزء ده كله يروح طالع لي الايه؟ الجزء ده. طب ازاي انا اعرف انه هنا دي الحته دي مش يعني الحته دي كده ايه فاضيه؟ اكيد من هنا، انا عندي الحته دي موجوده في الارتفاع ده، لكنها مش الارتفاع بتاعها بتنتهي فين؟ بتنتهي عند الحته دي، يبقى العرض بتاعها هو المسافه دي اللي هي كام؟ اللي هي 15، اللي هو ده، وبعدين تاني اروح مفرغ الجزء اللي دون يطلع عندي. طب انا عندي خط هنا كده ايه زي ما احنا شايفين كده، في الجزء ده كده منقط، يعني معناها ايه؟ معناها ان في مجرى. طب المجرى دي المسافه دي قد ايه؟ مش عارف، لا اروح رايح هنا كده الاقي ده في مجرى اهي 10 مللي، يبقى في عندي مجرى هنا 10 مللي، ارتفاعها قد ايه؟ اهو الاقي خط النقط تاني بيقول لي الارتفاع بتاعها 10، يبقى عندي هنا مجرى 10 في 10 واروح مفرغ الجزء، يبقى انا كده وصلت او طبقت عمليه رسم الايزومتريك باستخدام البوكس ميثود. طيب هنا برضو الخطوات ايه؟ اول حاجه لازم نبدا من نقطه معلومه، اللي هي ايه النقطه المعلومه؟ يعني زي ما قلنا كده انا عندي خط اللي هي النقطه واحد دي، دي خلاص انا رحت راسم الخط اللي هبدا منه. طبعا هنتعلم موضوع التوزيع ازاي نوزع الرسم على اللوحه، ولكن انا برسم خط والخط ده برضه محدد فيه النقطه دي برسم بالمثلث 30 60 على الزاويه 30 على الزاويه 30، وابدا انا عندي اهو ده ايزومتريك، اروح راسم الشكل
الجانبي اروح احطه اهو بالشكل الجانبي طلع هنا كده. وبعدين انا عندي شكل مثلا عاوزين نوصل الخطوط دي، خلاص همد الخط بالطول اللي انا عايزه اهو، همد الخط بالطول اللي عايزه، وده انا همد كده في الاتجاه زي ما قلنا. لو انا عندي خط في الاتجاه ده يبقى هيوازي ده وهيوازي ده، وده كلهم لازم يوازوا المحور ده، واي خط في الناحيه دي لازم يوازي المحور الايه التاني ده، كلهم بيبقى. دول كلهم بيوازوا بعض، والعكس صحيح، ده وده وده كلهم برضو بيوازوا بعض، يبقى انا كده رسمت الخط العظيم. طيب الاوبليك دروينج احنا ما عندناش وقت، فمش هنتكلم عليه، ولكن هو الاوبليك دروينج فكرته ببساطه هي ان انا بركز على واجه والاوجه الثانيه ما تبقاش مهمه. فباجي بروح واخد ده الشكل عندنا، بروح حاطه كانه مواجه ليا، تمام، كانه مواجه ليا على طول، وشي كاني باصص له. وبعدين بروح راسم الخطوط الباقية منه، وبتكون زي ما قلنا عادي هنا، ده بيكون على زاوية 45 أو على زاوية 30 أيا كانت الزاوية، ولكن احنا بالنسبة لنا مش الكلام ده مش مهم، بس احنا عايزين نعرف إن الأوبليك دروينج بيتعمل لما بنكون عايزين نعمل فوكس على وجه من الأول. البليك دروينج برضو هنا تنفيذه على شكل تاني، الشكل اهو زي ما احنا شايفين. لو انا هرسمه في انجل هبص الناحيه دي واقول واروح حاطط السايد فيو الناحيه دي، ابص كده واحط الاليفيجن الناحيه دي، ابص من فوق واحط البلان، ولكن هنا لا، انا عاوز اعمل فوكس على الحته دي، عايز اعمل فوكس هنا على الجزء ده كده. فزي ما احنا شايفين رحنا واخدين الجزء ده ورحنا ايه حاطينه في المواجهه دي، وبعدين على الزوايا قلنا كمان ايه خلاص زاويه 30 كله موازي للمحور اللي احنا عايزينه، سواء كانت زاويه 30 او زاويه 40 ايا كان الزاويه 45 يطلع الشكل ده. يبقى انا عملت فوكس او عملت تركيز على الايه الوجه اللي انا عاوز اشتغل عليه. برضو يعني نوع تاني من انواع الدروينج وهو الكابلر دروينج، وده يعني انا مش هدخل فيه خالص، احنا بس نعرف ان في نوع اسمه كابلر، وبعدين ان شاء الله مع مرور الوقت ممكن لو حد عاوز يبقى يبص عليه، لكن احنا وقتنا مزنوق شويه فاحنا هنركز في الايزومتري. شكرا جزيلا، وان شاء الله نكمل في المحاضره اللي جايه. السلام عليكم.